لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت. خالد الراشد هو داعية سعودي يقبع في سجن منذ 2005، وتم اعتقاله حينها على خلفية خطبة له عن الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد. في الجنة، فقام سعد بن الربيع يوم سمع هذه الكلمات، رفيق من؟ وأين؟ أليست تلك هي الجنة التي بايعوا من أجلها؟ ها هي تعرض عليهم بأرخص الأثمان. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. فرمى ثقل المعركة الذي كان يلبسه، وانطلق يقاتل بين الرجال، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من سعد عجب العجب. سعد فقط؟ لا، حتى النساء لم يشترك من نساء المسلمين في تلك المعركة إلا امرأة، ولكنها بألف رجل. أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت حبيبها في أرض المعركة قد تكالب عليه الأعداء يمنة ويسرى، رمت القراب التي كانت تسقي بها جرح المسلمين، وأخذت تدافع عن حبيبها. يقول صلى الله عليه وسلم عنها، اسمعي بارك الله فيك، يقول عنها رضي الله عنه وارضاه: ما رأيت مثل ما رأيت من أم عمارة في ذلك اليوم. التفت يمنه، أم عمارة تذود عني. التفت يسره، أم عمارة تذود عني. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ تمنى يا أم عمارة، سليني يا أم عمارة. قالت: نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله، نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أنتم رفقائي في الجنة. أنتم رفقائي في الجنة، فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع فقاتلوا دون حبيبهم. فإذا أبي بن خلف عدو الله يقول: أين محمد؟ لا حييت الحياة. تردد القائد أو جبن أو اختبى خلف الصفوف، أخذ رمحه ووجهه نحو عدو الله فأرداه قتيلا في أرض المعركة. كثرت رباعيته وشج راسه وأدموا قدميه حتى قال: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فحصل بالمسلمين ما حصل. ثم في وسط هذا كله يفاجئ المسلمين بقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ما قتل كما يقتل الأبطال وجها لوجه، إنما قتل غدرا وخيانة، وإلا فلا أحد يستطيع أن يواجه حمزة في تلك المواقف. قتله وحشي غدرا، بعد أن قيل له: إن قتلته فأنت عتيق حر. فقتله وعاد إلى المعسكر
لم يقتل أحدا ولم يفعل شيئا إلا قتل حمزة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبدأ ينسحب بهم إلى ظهر الجبل، ثم بدأوا يلتفون من حوله حتى ظن المشركون أنهم قد حسموا المعركة، حتى ظن المشركون أنهم قد حسموا المعركة. فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل هو ومن معه، وخرجوا من أرض القتال لا انسحابا لكن حفاظا على البقية الباقية، وضبا وتنظيما للصفوف. فرح الكفار بما قد فعلوا، وظنوا أنهم قد أصابوا من المسلمين، وما أصابوا، لأن الله وعدهم إحدى الحسنين، إما الموت وإما الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ الذي حدث أن أبا سفيان قائد القوم هناك أخذ ينادي بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن الخطاب؟ أفيكم أبو بكر؟ فلم يتكلم أحد، فقال: أعلو هبل. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رد عليه ابن الخطاب. قال: بل الله أعلى وأجل. قال الحرجال: يوما بيوم، هذا بيوم هذا، قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لذلك قال الله: وليتخذ منكم شهداء. أفيكم محمد؟ أفيكم كذا؟ أفيكم كذا؟ فقال: نعم يا عدو الله. حتى يغيظ الكافر، رضوا فيما صنعوا. تظن أن القضية انتهت؟ لا، لم تنتهي. تفقد المسلمون جرحاهم وقتلاهم. كان بإمكان أبي سفيان ومن معه أن يغيروا على المدينة، فهي خالية من الرجال، ولكن خوفهم حال بينهم وبين ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرعب، والمدينة خالية من الرجال. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد قتلاه ويتفقد الشباب، فنظر إلى حنظلة قال: والله الذي لا إله إلا هو إن الملائكة لتغسله بين السماء والأرض. فاسألوا جميلة، زوجه جميلة: ما خبر حنظلة؟ حنظلة شاب من الشباب دخل على عروسه في ليلة المعركة، فلما أصبح الصباح سمع منادي الجهاد ينادي، فخرج على جنابته، لم يكن هناك وقت حتى يغتسل، فغسلته الملائكة بين السماء وبين الأرض. أما عبد الله بن حرام أبو جابر فقال لأم جابر: يا أم جابر، إني أرى أني أقتل، ورؤيا المؤمن حق، أوصيك يا جابر بأخواتك وأمك خيرا. وقتل عبد الله بن حرام مقبلا غير مدبر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جابر يبكي، قال: يا جابر، والله الذي لا إله إلا هو، والله يا جابر، إن الله كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. وقال: تمنى يا عبدي. قال: يا ربي، أتمنى أن أرجع فأقتل فيك. قال: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، لكن أحل عليك رضواني فلا أسقط عليك أبدا. أبشر يا جابر، فإن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟
من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ سبب سطوع اسم خالد الراشد إلى الواجهة هو ما نشره حساب معتقلي الرأي على تويتر الذي يواكب عادة أخبار معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية. هناك تغريدة نشرها عن قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر على الشيخ خالد الراشد للمرة الثانية وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 عاما. السلطات السعودية أعادت محاكمة الشيخ خالد الراشد للمرة الأولى بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 15 سنة، وأضافت المحكمة حينها 8 سنوات أخرى لتصبح 23 سنة.